السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي المراجعة المركزة رياضيات للصف الثالث متوسط، المحاضرة السابعة، تحليل المقدار الجبري يعني مجموع مكعبين. راح ناخذ هذه المحاضرة الأخيرة من الفصل الثاني. أخذ موضوعين، الفرق بين مكعبين، وأخذ تبسيط الأعداد بأبسط صورة. فهذا تحليل المقدار الجبري مجموع مكعبين. شلون أعرف هذا مجموع مكعبين؟ إذا مو يعني فوقها يعني فوق العدد أو المتغير 3، يعني يقول لي x تكعيب زائد 5 تكعيب. شوفوا شو يقول لي، يقول لي جد بأبسط صورة، جد ما يقول لك الفرق بين مكعبين أو الفرق بين مربعين، لا جد بأبسط صورة. أنت لازم تقول له، أنت تعرفه. إذا جاني سؤال أباو علي هذا تكعيب وهذا تكعيب، إذا شنو هذا؟ هذا أقول له الفرق بين مكعبين. شلون هذا يتحلل؟ قوس صغير وقوس كبير، الإكس زائد 5 أجرده بالبداية، أوخر الثلاثة بس أنزله نفس ما هن. نجي بعد ما عليه يبذني، نجي إن هذا قانون عندكم، قانون مربع الحد الأول زائد مربع الحد الأول عكس الإشارة الأول بالثاني زائد مربع الحد الأخير. يلا كتبوا ياي القانون، قانون الفرق بين مكعبين. أقول مربع الحد الأول عكس الإشارة الأول بالثاني زائد مربع الحد الأخير. كتبوا خاطر هذا نطبق عليه. زياد مربع الحد الأول يعني X تربيع، مو أقول 2X، لا ماماتي X تربيع، هذا زائد عكس الإشارة سالب، الأول بالثاني يعني 5 في X، 5 في X 5X. هاي دائما إشارتها موجب، لأن عندي قانون يقولي زائد مربع الحد الأخير، مربع الحد الأخير 5 في 5 25. خلاص الحل، هذا هيك الحل. ناخذ بعد واحد، عندي 8 Z تكعيب زائد 27. يلا يوم هذني، هذا شنو الفرق بين مكعبين؟ شلون عرفته؟ لان عليه تكعيب، اخلي قوس صغير وقوس كبير. الثمانية اجردها، جاية منين؟ من اثنين في اثنين في اثنين، يعني اخذ من عدها بس وحدة. الزد جاية من زد وحدة، زد في زد في زد، زائد السبعة وعشرين جاية من ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، هاي لازم احنا حافظيها. نجي مربع الحد الاول يعني اربعة زد تربيع، يعني ربعت الاثنين في اثنين اربعة، والزد في زد زد تربيع. عكس الإشارة هي موجب صار السالب، الأول بالثاني يعني 3 في 2 6 في Z، يعني أقول 6 Z، زائد مربع الحد الأخير 3 في 3 9. خلاص الحل، أخذ كسر. يلا عيني، 1 على 2 T تكعيب زائد 4. يلا عيني، هذا جاني كسر ويقول لي هيك حلي. شو أسوي؟ أطلع النص يعني الكسر برا قوس. نجي هنا تي تكعيب زائد دقيقة، هذا واحد على اثنين تي تكعيب زائد أربعة، أي تي تكعيب زائد الأربعة راح أضربها بالاثنين، يعني أقول شقد؟ أقول ثمانية، هاي تي يوم مو زائد، راح أضرب الاثنين أربعة في اثنين ثمانية وسد القوس. ليش ضربت أربعة في اثنين ثمانية؟ خاطر أحلله بطريقة الفرق بين المكعبين، ضربت الأربعة في اثنين ثمانية. نجي شو أسوي؟ أطلع واحد على اثنين برا. هسه صار عندي فرق بين مكعبين، قوس صغير وقوس كبير. التي تكعيب جاي من التي تي تي يعني ثلاث مرات تي، والثمانية جاي اثنين في اثنين في اثنين. هسه عندي مربع الحد الأول تي تربيع، عكس الإشارة هي موجب صار السالب، 2 في تي الأول بالثاني 2 تي، زائد مربع الحد الأخير 2 في 2 4. خلاص الحل. هسه هذا الفرق بين مكعبين، أخذت لكم 3 أمثلة كافي، كلش كافي. زين، راح أخذ تبسيط هذا تبسيط المقادير الجبرية. يلا يوم تبسيط المقادير الجبرية، يقول لي بسط المقدار x تربيع ناقص 4 على x تربيع ناقص 4x زائد 4. هيك يقول لي، بس شي يقول لي؟ يقول لي بسط المقدار الآتي. أباو علي، نجي نبسط مقدار مقدار، نجي نبسط البسط. x تربيع ناقص 4 هذا احنا أخذناه،
هذا شوفوا ماماتي تبسيط هالمقدار الجبرية. هذا الموضوع الأخير، خلاص مال الموضوع الفصل الثاني كله، يعني اكو فرق بين المربعين، يجيك عامل مشترك، يجيك طريقة التجربة، يجيك الفرق بين المكعبين. فهذه أكس تربيع ناقص أربعة أنا ما أخذته ومراجعته، يتحلل الفرق بين مربعين، يعني أقول أكس ناقص اثنين وأكس زائد اثنين، حللت خلصت من عنده. هذه بطريقة التجربة، ثلاث حدود إذا ماكو عامل مشترك ينحل بطريقة التجربة. أكس بأكس ناقص بناقص، الأربعة جاية اثنين في اثنين، خلصت. تأكدوا لازم يطلع لكم أربعة أكس، سالب اثنين أكس في سالب اثنين أكس يطلع لنا سالب أربعة أكس. زين نجي نختصر، أكس ناقص اثنين وأكس ناقص اثنين، شو بقت عندي؟ يساوي بقت عندي أكس زائد اثنين وأكس ناقص اثنين وانتهى الحل. ناخذ لنا بعد مثال. يا الله ناخذ لنا مثلا واي تربيع ناقص أربعة، طبعا هنا واي تربيع لا مو هيجي، أقول واي تربيع على اليمن على واي زائد اثنين ناقص أربعة على واي زائد اثنين. يلا يوم يجيني هيد سؤال يقول لي بسط المقدار، أبا وعلي شنو هذا؟ هذا ناقص والمقامات مش شابهة، أخليه المقام واحد، يعني أقول واي زائد اثنين. واي تربيع ناقص أربعة، أقول واي تربيع ناقص أربعة يساوي لنا، هذا أحلله بطريقة شنو؟ ناسوي واي زائد اثنين، هذا أحلله بطريقة الفرق بين المربعين، أقول واي واي بواي ناقص بزائد، الاثنين الأربعة جاية من اثنين في اثنين، واي زائد اثنين واي زائد اثنين يطلع لنا واي ناقص اثنين، انتهى الحل. خلينا ناخذ بعد فد مثالين. اريد اخذها بالقسمه ونحلل، ناخذ من التمارين. شو اخذ؟ وين ابو القسمه؟ اريد له بالقسمه، خاطر نقلب القسمه الى ضرب. يلا راح اخذ هذا، 2 واي تربيع ناقص 2 واي على واي تربيع ناقص 9 تقسيم واي تربيع زائد واي ناقص 2 على اليمن على واي تربيع زائد 2 واي ناقص 3. يلا يوم نجي نحل حل حد حد، هاي 2 واي وهاي 2 واي، اذا عامل مشترك اللي هو 2 واي. شو بقت عدي؟ بقت عدي بس واي ناقص هذا 2 واي، اخلي لها واحد لان اخذت عامل مشترك. واي تربيع ناقص 9 هذا احلله بطريقة الفرق بين مربعين، واي ناقص 3 وواي زائد 3. خلصت من هذا الحد، نجي على الحد الاخير، هذا الثاني قصدي. هذا طريقة الفرق، هذا مو الفرق، طريقة التجربة. عيوني واي بواي نقول زائد مثلا نقول ناقص، الاثنين جاي من اثنين في واحد، نتأكد اثنين واي صح. هسه هذا بطريقة التجربة، واي بواي زائد نقول مثلا هنا ناقص، الثلاثة جاية من ثلاثة في واحد، حتى نقول ثلاثة واي ناقص واحد، ثلاثة ناقص واحد اثنين. حلو، هسه نقلب القسمة إلى ضرب ونقلب مقلوب الكسر، واي ناقص واحد هذا الحد ينزل، واي ناقص ثلاثة وواي زائد ثلاثة في هذا يصير فوق، واي زائد ثلاثة وواي ناقص واحد، وهذا جوه واي زائد اثنين وواي ناقص واحد. نجي نختصر، هذا الواي ناقص واحد وواي ناقص واحد ينزل، عندنا واي زائد ثلاثة وواي زائد ثلاثة تنزل بعد ما عد اختصار، يعني أقول اثنين واي طبعا هنا يساوي اثنين واي وواي ناقص واحد على واي ناقص ثلاثة واي زائد اثنين انزلهن. بعد اريد اخذ، راح اخذ ابو هذا لما